هنا غادي نجربو، دوزناها نيشان وغادي نجربو نلقاو اليد ديالنا خدام، البولة ديالنا خدامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. فحال هاد البولات كلنا كنعرفوهم، وكل شيء عنده هاد البولات حق ملي كيكونوا طاح في شي مشكل كتطفى بوحدها، كنسيبوها كنرميوها. ابتداء من هاد الفيديو ما باقيش غترمي هاد النوع ديال البولات، غتصلحها بوحدك بطريقة سهلة جدا جدا، ما تحتاج فيها والو، تقدر تصلحها وانت في الدار. اول حاجة غيكون عندنا بريس ديال الضو، ونجرب وحدة كيفما كتشوفوا، هادي هاهي خدامة، نحطوها هنا ونجيبو هادي ونجربوها، هاهي ما خداماش. طريقة سهلة جدا، اول حاجة غادي نفتحوها، هي سهلة تقدر تفرسي عليها هكا وتحيد، تفتحها تلقى فيها هاد الليدات هادو، سهلة العملية. أنا ما كيكونش الضوء زايد، كطورها هكا في شي البلاصة ديالها ديال 220 ما كتشعلش. أول حاجة كتبقى تشوف، كتبان ليك بحال مثلا هاد البولة هاهي اللي غنزومي عليها هنا، تبان فيها نقطة كحلة، فهادو كاملين الليدات مزيانين الا هادي اللي فيها نقطة كحلة هي اللي عندنا فيها المشكل. فاحنا باش غادي نتاكدوا راه هي اللي فيها المشكل، غنجيبو مثلا بحال نجيبو بحال هاد الآلة، وناخدو هنا هاديك البولة، فهي هنا عطاتنا في كاين المشكل، فاحنا هادي ما نرميوهاش، هي تحرقت ما نرميوهاش، فنضطرو نصايبوها. ملي عرفنا بان هذه هي اللي فيها المشكل كنحيدوها من الضوء، كنجيبو الكوي اللي كلشي كيعرفها، كوي كلشي كيعرفها. حنا باش غادي نخدمو فيها مرتاحين، غادي نحيدو الضوء ديال هذا وغادي نرجعوها هنا باش تقدر توقف لينا حتى نكويو. هذه راه موجودة كتباع بسبعة دراهم مغربية، غناخدو واحد الكواي بحال هادي تكون سخونة، ونحاولو نحيدو هاديك الليد اللي هي عندنا فيها المشكل. نجيب واحد السلك كيف ما كان، من بعد ما حيدناها هكا حتى بانو الرجلين ديالها بجوج، غادي ناخذ واحد السلك بحال هذا، سلك بحال هذا، ونديرو له هكا شعرة أو جوج هكا، وهادي نسوديوهم في ديك البلاصة مباشرة. هكا نقطعو الطرف لي شايط،
صافي وهكا نكونو صايبنا البولة ديالنا. هنا غادي نجربو، دوزناها نيشان وغادي نجربو، غنلقاو اليد ديالنا خدام، البولة ديالنا خدامة. غادي نرجعو ليها هادي ديالها هكا. دابا ها حنا استفدنا منها، عوض ما كنا غادي نمشيو نشريوها جديدة، ها حنا استفدنا منها. ها هما ولاو عندنا بجوج خدامين. نحيدو هادي نحطوها، غنجيبو هادي الأصلية اللي خدامة هاهي. دابا ولاو عندنا بجوج عوض ما كنا غادي نرميوها. فابتداء من هذا الفيديو ما تبقاوش ترميو اللمبات فحال هادو، احتفظوا بهم، خصوصا اللي كيكونوا اللوالة اوريجينال حسن من هادو اللي ولاو دابا كيتباعوا. هادي العمر ديالها كانت سالة، دابا زدنا ليها في العمر ديالها عاود ثاني واحد العام. وقت ما تحرقت شي ليد غادي ديروا نفس العمليه حتى ما يبقاوش خدامين كاملين، اولا تولي غادي دير نفس العملية ويتحرقوا، دير نفس العملية ويتحرقوا، ديك الساعات واخا غادي ترميها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنشكركم على المشاهدة، وما تنساوش ديروا لايك وتابعونا وتستافدوا من حلقة أخرى إن شاء الله. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.